وولتر يعني طب رايك في الفريق فنيا؟ يعني يمكن انت لاعب محترف زي ما انت قلت، انت لاعب محترف وبتدي كل ما تملك للفريق انت بتلعب معاه، ودي حاجه جيده، ودي المينتاليتي اللي بيحبها النادي الاهلي، والمينتاليتي اللي بيحب النادي الاهلي يجيب لعيبته بيها، ان راجل يكون محترف وبيأدي باحترام. شايف فرقتنا فنيا ازاي؟ شايف فرقه النادي الاهلي فنيا او مستوى الفني طبعا بالمقارنه بالفرقه المصريه وايضا بالطبع الافريقيه والعربيه؟ أنا أحب الطريقة التي يتعامل بها اللاعبون في الملعب. لديك مجموعة جميلة من اللاعبين التي تبذل قصارى جهدهم في الفريق، يتمرنون بشكل جدي كما أفعل الآن. هم فإذا حافظت على معدل التدريب العالي كما تفعل الآن ستكون بطلا. أنا سعيد بتواجدي الآن وأتطلع للمزيد مع الفريق. طب تتوقع السنه دي ان شاء الله، يمكن النادي الاهلي يعني فاز بخمس بطولات، خمسه من خمسه السنه اللي فاتت، تتوقع السنه دي ان شاء الله ان احنا هنكمل مسيره حصد البطولات؟ انت شايف كده من الرؤيه الفنيه في فتره تدريبك مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت؟ سيكون الامر صعبا، المنافسه ستكون صعبه، الجميع سيكون واجبا على الجميع ان يعطوا كل ما لديهم، المنافسات ستكون صعبه وقويه، الجميع يريد ان يفوز بالدوري هذا العام، ولكن اذا لعبنا بجد واذا لعبنا باحترافيه لدينا الفريق المؤهل ليفوز بكل شيء، ولكن يجب علينا ان نتعامل بجديه مع كل المباريات.